لا روبي، يعني خليني بعد أتكلم بصراحة أكثر. يمكن في برنامج يعني أنا قاعد أتكلم بصراحة لم أتكلم عنها يعني سابقا. أنا أعتقد دعوات الإصلاح، دعوات تأويل النص الديني بشكل يتوافق مع الواقع أو يتوافق مع الحضارة أو يتوافق مع الإنسانية، أنا أعتقد هذه دعوات غير حقيقية غير واقعية. هي مجرد أن يعني حتى يقال بأن واو عندنا إسلام حلو، عندنا نصوص حديثة، عندنا نصوص والله فعلا قاعد تعايش بالواقع، لكن عند التطبيق الحقيقي أي فكر سوف ينفذ أو سوف يطبق بالمحاكم بالقضاء بالشارع؟ من له الكلمة العليا؟ هو التطبيق الحرفي لنص الدين. يعني خلينا نكون واقعيين، محمد شحرور قدم مئات عشرات من المقالات والكتب بمحاولة إصلاح الإسلام وتقديمه بصورة حضارية، مثل ما تفضلت تعدد الزوجات قدم له طريقة معينة، ضرب النساء، حتى ضرب النساء نص ديني صريح، ولكن محمد شحرور قدم له تعريف آخر، محاولات لي النص، محاولات تفسيره وإعادة تفسيره وتقديم رؤية جديدة له، لا تجدي نفعا، لأن من ينفذ النص الديني ومن يطبق تطبيق الشريعة الإسلامية والأحكام الدينية في المحاكم لا يستمع لمحمد شحرور، لا يستمع لعدنان إبراهيم، لا يرى رأيا لإسلام بحيري. حاليا الآن إعادة كتب البخاري ومسلم وأنهم كتب غير واقعية وبأن هناك مئات بل آلاف من الأحاديث غير صحيحة، نعم، ولكن هل يتم الاستماع لكلامهم أو هل تم تطبيق كلامهم وتوصياتهم؟ هو شوفي، خليني أقول لك، المتطرف الإسلامي دائما يفرح إذا كان هناك معتدل إسلامي، لأن المعتدل يبرر للمتطرف قيامه بجريمته. المتطرف حينما يفجر، حينما يقتل، حينما يسبي، حينما يغزو، حينما ينتهك يغتصب امرأة، يفعل ذلك بناء على نصوص حرفية، وبأن المعتدل الإسلامي زور هذه النصوص من أجل مصلحة أو من أجل أن يقال أن الإسلام متسامح أو غيره. ولكن المتطرف الإسلامي هو من يثبت بكل صراحة وبكل واقعية تطبيق الحرفي للنصوص الإسلامية. جميعا رأينا بن لادن وداعش والقاعدة وحزب الله وغيرهم وولاية الفقيه وغيرهم، التيارات السنية والشيعية تطبق الإسلام الحرفي بدون أن ترتكز على أدبيات ومفاهيم الاعتدال الإسلامي. فأين ذهبت هذه المفاهيم الاعتدال الإسلامي، وأن الإسلام معتدل، وأن الإسلام لا يجوز في ضرب المرأة، وأن الإسلام لا يجوز في التعدد إلا ضمن شروط صعبة، بينما نرى أن لا هناك لا شروط صعبة ولا شيء، بينما أن هناك حق للرجل أن يعدد. فإذا أنا أعتقد أن فكرة لي النصوص وإعادة تفسيرها لا تجدي نفعاً، وإنما كل ما علينا أن نفعله هو فصل الدين عن الدولة ووضع الدين في مكانه الصحيح داخل المعبد فقط. على الإنسان أن يتعبد به كما يشاء، هذه حرية لا نملك أمامها نزع هذه الحرية الشخصية للإنسان في أن يتعبد، ولكن أن يأتي بهذا الدين أو بهذه الشريعة أو بهذه الأفكار الدينية إلى منصة القضاء والقانون والتشريع، فهنا أنا أعتقد يخالف المواطنة، يخالف قانون المساواة، ويخالف قانون الحريات والتعايش. فهذه يجب أن تكون يعني واضحة هنا. لا ندعو بنفس الوقت، لا ندعو أن يكون دينك أيها الإنسان مهما كان
دين يعني ملغي أو غير موجود. لا، دينك موجود. يعني خليني أقول لك، في أمريكا، في أوروبا، هناك قوانين إسلامية في المحاكم الأوروبية والأمريكية والغربية، قوانين إسلامية لمن يريد أن يتزوج بشكل إسلامي موجودة. فإذا أنا يعني مستغرب لماذا يخشى بالذات وخصوصا المسلم من غياب الإسلام أو من يعني خلينا نقول هزيمة الإسلام إذا تم تطبيق العلمانية، بينما في الدول العلمانية حاليا الدفاع عن الإسلام بشكل كبير. في أي عملية للإرهاب الإسلامي يتم الدفاع عن المسلمين. هناك أشخاص غير مسلمين يقفون في طوابير لحماية المسلمين، لحماية مساجد المسلمين. فإذا شيء واضح. ولكن يعني دائما للأسف بأن الإسلاميين والمتطرفين والسلطة الدينية عموما، السلطة الإسلامية لا تريد من العلمانية أن تكون النظام الاجتماعي والسياسي في أي مجتمع أو في أي دولة عربية إسلامية، لأنهم سوف يفقدون صلاحياتهم، سوف يفقدون هيمنتهم، سوف يفقدون المال. يعني المال المدفوع من قبل المسلمين لهذه التيارات وجمعيات الخيرية في الكويت وفي الخليج وفي الدول العربية، مئات الملايين يتم الدفع لهم، زكاة، صدقات، نذور، تبرعات، خمس، بناء مساجد، بناء آبار، بناء وغيرها. وليس هناك أي حقائق علمية على الأرض تثبت بأن هذه الأموال قد تم صرفها فعلا على هذه الأمور الدينية. فكثير منهم للأسف يتم استغلال عاطفة الشعوب من أجل در واستجلاب وحلب هؤلاء المستضعفين وهؤلاء المساكين يعني للاستفادة من أموالهم. أنت يعني أعتقد تعرفين بأن من أغنى التيارات في مجتمعاتنا هي التيارات الدينية، تملك بنوك كاملة، يملكون بنوك يعني تدار مليارات، وجمعيات نفع عام وهيئات ومبررات وغيرها. من أين جاءت الأموال هذه؟ من السماء؟ لا، لم تأتي من السماء، ولكن من قبل هؤلاء الشعوب الساذجة المسكينة التي تعتقد بأن بتبرعها لهذه الأموال بأنها تتقرب إلى الله. طيب.